السلام عليكم. طبعا طريقة البحث بالصور عن طريق جوجل سهل كتير. ندخل لو نكتب على جوجل نعمل بحث جوجل فود على جوجل نفسه راح يعطينا، أو تكتب جوجل بحث صور راح يعطيك هاي الصفحة، تختار الصورة اللي بدك إياها مثل ما شايفين هون، تحميل صورة أو تعطيه الرابط تبع الصورة. راح نعطيه الرابط تبع الصورة نحنا مثلا. لا أنا بدي أخذ الرابط تبع هاي الصورة زرافي، هاي مثلا راح أخذ الرابط من فوق مثل ما شايفين فوق، هذا هو الرابط هون. نسخ ونرجع نجي لهون نعطيه البحث. الطريقة الثانية عن طريق تحميل صورة من اللابتوب. تم تحميل صورة اختيار ملف تفوت من اللابتوب، تختار صورة ترجع بتنزلها على جوجل، راح يتم مساعدتك بالموضوع هذا. الشيء الأخير إذا بدك أنت عندك مثلا صورة، إذا حابب صورة زرافة مثلا أو أي حيوان تاني كمثال، حابب كمان تعمل نسخ عليه ولا بحث على جوجل وانت موجود بهاي الصفحة، تكبس كلينك باليسار باليمين تعطي عندك فتح الصورة أو بتعطي عندك بحث على جوجل، راح يعطيك صفحة كمان عن موجود كمان نفس الموضوع هون. هاي كانت سهل الموضوع كتير. أتمنى لكم كل خير. السلام عليكم.